عودناكم ان احنا هنتكلم كتير وهنلقي الضوء على مواهب شابة متواجدة، ولكن احنا يعني ظهر قدامنا الفترة الأخيرة على السوشيال ميديا موهبة شابة حبينا نلقي الضوء عليها. معنا ومعكم أحمد حلمي، مرحب بك أحمد. مرحبا بك يا سلام. أحمد، محتاجين تعرفنا بنفسك أكتر. أنا أحمد حلمي من الشرقية، 28 سنة، متزوج، عندي طفلين. بكتب شعر من وأنا صغير. بدأت الشعر معايا وأنا في تانية إعدادي. بدأت أطور واحدة واحدة، بدأت عملت صفحة والحمد لله لقيت إقبال ولقيت في تفاعل من الجمهور، فبدأت أنزل فيديوهات، عملت قناة برضو على اليوتيوب، بدأت أشتغل، لقيت برضو في تحفيز من الناس وفي لقيت، فده زادني إصرار تمام وبدأت واحدة واحدة مع الناس، والحمد لله قدرت أوصل للناس يعني في فترة تمام قريبة. اكيد اكيد كلام الناس والتحفيز ليهم سواء من الاقارب سواء من المتابعين ده عمل لك تحفيز اكتر ان انت تكمل مسيرة سواء الكتابة في التأليف او الغناء او الالقاء عموما. اكيد طبعا تحفيز الناس بيزيدك اصرار، بيزيدك دفعه معنويه، ان الناس القريبه منك تديك دفعه تقول لك ان انت كويس، لا صوتك كويس، بتلقي كويس، لا كلامك كويس، ده بيزيدك يعني دفعه معنويه، بيخلي ثقتك في نفسك تكبر، يعني بيرفع معنوياتك، بيخليك تكمل. تمام احمد، ممكن تسمعنا حاجه او تقول لنا حاجه من اللي انت كتبتها؟ ماشي اتفضل. في قصيده انا عاملها اسمها قصه وجع، تمام هبدا بيها. تمام تمام اتفضل. في أول يوم اتقابله حس بيها وحست بيه، قال لها جوه قلبي جرح كبير أنا مخبيه، لو كنت القلب بتحبيه خليكي جنبه وبالحب عوضيه، لو ما كنتيش قادرة تسعديه ابعدي عنه وسيبيه، أنا جوه قلبي جراح كتيرة من بنت بجد حبيتها، باعتني بالرخيص لما بالغالي اشتريتها، ما تزعليش بس أنا خايف لا تبيعيني في يوم زيها، أصل من وجعي ندمتني إني كنت بحبها، ردت عليه أنا بحبك وصوابعك مش زي بعضها، لو هي كانت نسيت وعدها فأنا هعوض قلبك بعدها، آمن وصدق حبها فتح قلبه من تاني لها، بدأت حكاية حبهم كأي بداية قصة حب وردية، هو يعبر لها بحلو الكلام وهي تدعي له يخليك ربنا ليا، عشقت جدا وجوده وبدأت تسهر ليلها معاه، نسيته كل أوجاعه فأصبح وجودها القلب ودواه، حبها لدرجة إنها أصبحت بالنسبة له هي الحياة، فجأة بدأت تتغير في عشقه وهواه، لحظة تقرب منه جدا ولحظة تبعد وتنساه وترجع له بعد فترة تعبر له بإنها عشقاه، فمن حبه وعشقه ليها يصدق بإنها حباه على أمل منه بإنها هتتغير وهتحس بوجعه والمعاناة، لكن فضلت زي ما هي لحد ما خلصت كل شيء ليها جواه، فالحكاية مش حكاية قلب في قصة حب الخدع، الحكاية إنه آمن للحب تاني فعاش تاني أصعب قصة وجع. بجد والله يعني الكلام ده أنت كاتبه ومن إلقائك وتأليفك كمان. كله من إلقائي وتأليفي وكلماتي طبعًا. تمام، طبعًا إحنا عودناكم أو إحنا في برومو البرنامج قلنا إن إحنا هنلقي دايمًا نظرة على كل المواهب المتواجدة على الساحة سواء في مجال الرياضة سواء في مجال الثقافة. إن شاء الله هنتكلم أكتر عن حلقات المواهب ونوعدكم بحلقة كاملة عن المواهب، ولكن أحمد قبل الختام أنت برضو هتسمعنا حاجة تانية؟ لو حابب تسمع حاجة في الغناء أنا بغني كويس، يعني ممكن أغني كويس يعني. تمام، ممكن تسمعنا حاجة سريعة كده؟ أغني حاجة لتامر عاشور، ما كملناش. ما كملناش، هي اختارت كده، قالت لي وانا كان غلطة لما ابتدى، لقيتني ساعتها وحدان اخاف لو قلت وحشان، عيني تحن من تاني للحب ده، انا ما فيش حد غيرها ملاني جراح، انا بعاتب صورها ساعات علشان ارتاح، واسالها سؤال احساسنا زمان فين راح وفين راحت وعدنا واحلى كلام، وإيه بس استفدنا طلعنا
بإيه وبكام؟ معقولة خلاص عشنا لنا يومين والسلام؟ حاولت كتير استغنى عنها وعود قلبي تعود على بعدها، لكن فشلت محاولاتي وغلط قلبي حساباتي. وجودها مهم في حياتي وبحبها، انا مفيش حد غيرها ملاني جراح. انا بعاتب صورها ساعات علشان ارتاح واسالها سؤال، احساسنا زمان فين راح وفين راحت وعدنا واحلى كلام؟ وايه بس استفدنا؟ طلعنا بايه وبكام؟ معقوله خلاص عشنا لنا يومين والسلام؟ احمد ما شاء الله، يعني برافو عليك جدا، سواء في القصيده الاولى او الاغنيه، ولكن شايفين مجالك سواء في الشعر او التاليف، يعني بندعمك من خلال البرنامج. بنشكرك جدا النهارده على وجودك معانا النهارده. كمان انا كنت حابب، يعني كنت ممكن اقطع كلامك، كنت حابب اهدي قصيده لفلسطين، لشعب فلسطين العظيم. انا مش هتاخد اقل من نص دقيقه، يعني هو علشان الوقت بس. طيب ماشي، اتفضل. انا ممكن اجيبها من طيب. بالنسبه لاحمد، يعني ما شاء الله، يعني النهارده سمعنا حاجه كويسه جدا، ولكن احنا على المستوى الخاص بنقول ان احنا بنشوف على السوشيال ميديا ناس كتير بتظهر، وباذن الله بنوعدكم ان احنا نستمر ان احنا ناخد مواهب كتيره على الساحه. شعب او الساحه المصريه عموما ممتلئه بالمواهب، ولكن علينا جميعا اظهار المواهب دي علشان ناس كتير تاخد فرصتها. احمد لو جاهز بالقصيده حالا. القصيدة أنا فلسطين. تمام تمام، ممكن لحظة بس بسيطة أحضرها. تمام. معايا القصيدة. اتفضل. معايا القصيدة. هو أنتوا فين؟ سايبني ليه ببكي؟ أنا فلسطين وتعبت وأنا بشكي. فين ضميركم ولا مات؟ نسيتوني ليه ونسيتوا اللي فات؟ ببكي وأنتوا سايبني عايشة على جرح الذكريات. أنا أم وكل يوم بتموت ولادي، الجرح فيا كسر قلبي وأنتم مش حاسين بجرح الأعادي. بموت قدامكم كل يوم وشايفين جرحي عادي، كأني مش حتة منكم وضميركم بجرحي راضي. فين أياديكم تواسيني على جرح حاضر وجرح ماضي؟ بصرخ بأعلى صوت وأنتم في وادي وأنا في وادي. اهداء لشعب فلسطين العظيم. برافو عليك جدا يا احمد. طبعا في نهايه حلقتنا لا يسعنا الا شكر حضراتكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.